من ضمن المواهب اللي معانا في شاب لطيف كده من كليه التجاره اسمه فادي. فادي قرر ان هو يستغل بقى قعدته في البيت ان هو يرسم على الحيطه. طبعا مش عارف هي عادت ازاي طبعا يعني القصه دي من باباه ومامته، لكن هو قرر ان هو يستغل بقى يعني قعدته في البيت ان هو يطلع موهبته الفنيه على الحيطه. قعد بقى يرسم زي ما حضراتكم كده شايفين معانا الاشكال المختلفه الجميله بقى، يعني سواء بقى انا مش عارف ده جميل ولا وحش بالنسبه لنا، بس هو يعني ده هيكل عظمي او اللي هو جمجمه يعني. وفي برضه حاجات تانية يمكن هو ابتدى يشتغل عليها، لكن في الاخر برضه هو الراجل ما استسلمش، قال لك انا هقعد في البيت هطلع موهبتي، انا هخرج موهبتي. ولا ايه يا فادي؟ يا فادي. ايوه. ازيك يا فادي، اخبارك ايه؟ الحمد لله والفاروق. كله زي الفل؟ زي الفل الحمد لله وبحضرتك. قول لي يا فادي، انت لسه موجود في البيت ولا اضطردت منه؟ لا لا في البيت الحمد لله. الحمد لله الامور ماشيه بسلام عندك؟ اه الحمد لله. قول لي يا فادي، انت اصلا كليه تجاره صح؟ طبعا. لكن انت برضو فنان، انا شايف يعني الصور اللي معاها بتتكلم عنك اكتر، يعني ايه اللي خلاك تعمل القصه دي؟ هو يعني القعده في البيت ما بعملش فيها اي حاجه، ما بنزلش وبتاع، وشي في وش الحيطان، قلت اما اغيرها بقى يا اما هي كانت هتغيرني. يا اما هي تغيرك. اه طب انت رسمتها بايه بقى؟ رسمت الحاجات دي بايه؟ بقلم ماركر عادي بتاع السبوره. اه يعني مش الوان معينه يعني؟ لا على الحيطان. على الحيطان؟ على الحيط والله. طب قول لي كده، يعني المفاجاه بالنسبه لبابا وماما واخواتك كانت عامله ازاي يعني؟ قالوا لك ايه يعني؟ سقفوا لك وانبسطوا ولا كان في حاجات تانيه؟ امي في الاول شافت الجمجمه طبعا فضت، قالت لي ايه اللي انت عامله ده؟ يعني في الاول عشان كنت رسمها اول حاجه، وبعد كده بعد ما رسمت الباقي قالت لي طيب ايوه كده اظبط الكلام وبتاع، وظبطت الموضوع ظبط معاها. او بعدين ايه بعد عن الجماجم؟ ايه؟ ابعد عن الجماجم. اه قالت لي جماجم ليه؟ احنا ناقصين في البيت ومش عارف ايه وبتاع. بس بعد كده لما شافت الباقي قالت لي يا حلو خلاص كده استمر وبتاع. فكملت بقى كده بقى. طب قول لي انت اصلا يعني يومك ماشي ازاي يا فادي؟ يعني غير الرسم. هو يعني مع مسلسلات وافلام وبس، مش اي حاجه تاني. ملتزم ملتزم بعددك في العزل المنزلي في البيت؟ اه والله. ما تنزلش خالص. بيغروني انزل والله، بس يعني ما تسمعش كلامهم. لا مش ما تسمعش كلامهم وخليك في البيت علشان نعدي بس الفترة دي والنبي يا فادي. حاضر. ان شاء الله. طيب قول لي انت نفسك تعمل ايه اول ما الحظر يخلص والعزل المنزلي يخلص؟ يعني انا نفسي فترة الحظر دي انها ما تعديش عليها على الفاضي، يعني ما عايز اتعلم في حاجة جديدة او يعني اشغل وقتي بحاجة مفيدة انا بحبها. ولما يخلص الحظر انا نفسي ارجع بروفات التمثيل بتاعتي تاني، عشان هي موقفة الدنيا خالص دلوقتي، وانا يعني ما فاض ما لا شغل ولا بعمل اي حاجه. فهو موضوع البروفات ده هو اللي انا عايزه. انت بتمثل اصلا يا فادي؟ اه فماقفش على الجامعه. طب هايل جدا. طب في حد تاني طيب من اصحابك بتشاركوا بعض مثلا من خلال السوشيال ميديا، بتعملوا سكتشات او تعملوا حاجه برضو وانتوا قاعدين في البيت كده؟ اه طبعا الفيس كله في تشالنج كده على الفيس كله. تحديات تمثيل فيديوهات وكده. التيك توك اخباره ايه معاك؟ لا كانت تجربه فاشله قديمه كده، وبعد كده دلوقتي مش محمله خالص. لا دلوقتي مش فاشله، دلوقتي مصر كلها على التيك توك. ما هو عشان مصر كلها برضه مش عايز اخش بقى. اتبسط يا فادي كده يعني شهيص. خلاص حاضر اجرب. ماشي يا فادي، ربنا معاك يا رب ان شاء الله، ويبقى الفتره اللي جايه كده بالنسبه لك فتره مختلفه، ان انت ترجع بقى يعني للتمثيل وكمان للمسرح بشكل اقوى، وبرده الفن عندك اهو يعني موهبه جديده هيك اكتشفتها وتنميها برده الرسم إن يعني. ان شاء الله. ماشي يا فادي، شكرا جدا ليك، نورتنا جدا يا فادي.